نقرأ تبويبا جديدا من تبويب أهل العلم ونقرأ الحديث الذي يلي. اقرأ يا أبا إبراهيم. باب التناول في العلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزبرين قال أبو عبد الله وقال ابن مرة. أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله من أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بأبي ضربا شديدا فقال حكمه فضرب بأبي ضربا شديدا فقال أتمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقتن رسول الله قالت لا أدري صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا فقلت الله أكبر. نعم هذا الحديث إخواني في الله قد رواه الإمام البخاري رحمه الله في أكثر من باب وفي أكثر من كتاب في صحيحه وهنا الحديث قد رواه مختصرا وسوف يأتينا لاحقا إن شاء الله مطولا فنقتصر على الاختصار الذي ذكره الإمام البخاري. قال باب التناوب في العلم. ما معنى التناوب في العلم؟ تفضل. بمعنى أنه يكون هناك تبادل فيأتي الأول والآخر يبقى في عمله ثم يأتي ذاك فيصبح هناك التناوب وذلك عن طريق التبادل والتعاقب. وهنا إخواني في الله مسألة مهمة أن طالب العلم ينبغي له إن فاته مجلس علم أن يحرص كل الحرص على استدراكه وذلك بسؤال الطلبة. ونحن في هذا الزمان قد أكرمنا الله عز وجل بوسائل كثيرة للعلم فمن ابتلي بظرف أو شيء منعه من المجيء إلى درس العلم فبإذن الله يستطيع أن يعوضه عن طريق الشريط. فطالب العلم إخواني في الله يحاول دائما أن يحصل هذا الجهاز كي إذا تغيب أن يسمع المحاضرة. بل في هذا الزمان حتى لو حضر المحاضرة فيستطيع أن يسمعها مرة ثانية عن طريق هذا الجهاز فهذه نعمة إذا وجهت التوجيه السليم. فهل يستوي فهمك وحفظك للمسألة إن سمعت الدرس مرتين مع مرة؟ فالجواب لا يستويان. فهذه دعوة لكل واحد منا على أن يحضر هذا إن أمكن. فإن تغيب جعل هذا الجهاز مع أخ الله حتى يأتيه بالمحاضرة وإن حضر سمع المحاضرة بعدما يرجع إلى بيته وأهله. فهنا التناوب في العلم.